حياكم الله اخوان المشاهدين، عودة سريعة جدا مع قناه السينما، ودائما نقول لكم ونذكركم سووا لايك وشاركوا في هذا القناة، وان شاء الله راح نزود لكم باحدث الافلام سواء الريفيوهات او الاخبار. نحن اليوم عندنا ريفيو لاخر افلام الممثل الامريكي الرائع براد بيت. هذا الممثل يعني بالفعل انا دائما اقول عنه انه هو يتلاعب بالكاركترات ويتلاعب بالشخصيه، دائما نشوفه بشخصيته المختلفه. وهذا الفيلم اللي اتكلم عنه بوليت ترين، هو يسمونه قطار سريع او طلقه القطار السريع، لان معظم الاحداث تحصل داخل القطار. طبعا من اخراج ديفيد ليتش، انتم عارفين ديفيد ليتش اللي اخرج ديد بول، ودائما له ستايل في الاخراج بصراحه. انا ما اريد احرق الاحداث ايضا، لان في افلام بصراحه ما تقدر تفتحها وتتكلم عنها، لان القصه والحدث في مكان واحد، هو في القطار. كل العصابات تتجمع في هذا القطار السريع، وكل الأحداث نسبة 80% من الفيلم تحصل في القطار بين براد بيت وبين الناس الآخرين، وكلهم تتفاجأ أنهم هم أيضا يبحثون عن شيء معين ويبحثون عن الانتقام، ويعني يتجمعون في هذا القطار. خلنا نتحدث عن الإخراج والطريقة وكيف هذا يعني الشو اللي عملوه. يعني أنا أقدر أقول إن يعني بصراحة أحيي فريق العمل، إنك صح تعيش بهذا الحدث وتبى تعرف شو اللي قاعد يحصل في هذا الكابين الصغير، انتقال من كابين رقم واحد إلى كابين رقم اثنين. وأيضا خلنا نقول اللي أحيى الفيلم شوية، اللي أحيى الفيلم وجمله أكثر، إنه طريقة الإخراج. أنا عجبتني بصراحة طريقة الإخراج، وايد عجبتني حتى إخراج بالصورة البصرية وبالتفاصيل، الأمور هذه اللي خلتني شوية أشد وأطالع الفيلم، برغم أن الفيلم في بعض الأحيان يخليك تطلع من الفيلم تحس أنه خلاص شو بعد، خلاص تطلع ليش، لأنه في مكان واحد تطلع. ولكن الحنكة هذه اللي خلت المخرج والكاتب انهم كل ما يدخلون الشخصية انها تدخل داخل القطار يعطيك الفلاش باك عنه، لان هذول كلهم تجمعوا في حدث معين قبل ما يوصلون في القطار. انا ما اريد اقول شو الحدث عشان ما اريد احرق الاحداث، ولكن انا هذه الحبكة هذه والفلاش باك اللي عملوها عجبتني بصراحة. ولكن فيها سلبية واحدة راح أذكرها، فيها سلبية واحدة. الفلاش باك جدا عجبني، لأنك أنت بالفعل لما تطالع الفيلم وتشوف الأحداث داخل القطار السريع تقول يا أخي كيف سووا الأحداث، كيف سووا الأكشن والقطار بثلاث أمتار يعني العرض ماله، كيف سووا هذا الأكشن؟ طبعا نحن عارفين أن هذا القطار استيديو داخلي، بنوا قطار صغير استيديو، ولكن أيضا يعني فن في التصوير، فن في الإخراج، فن في التنفيذ، هذا فن. يعني صراحة أحيي الفريق الفني والمخرج، وأيضا مخرج تلاعب بمشاهد في القطار ما يخليك شوية تطلع عن القصة، تلاعب فيها بشكل حلو، وحتى آلية التصوير داخل القطار يخليك يعني يعطيك مشاهد وفريمات جميلة، واللي نحن دائما نقول صعوبة التصوير، ولكن يعطاك مشاهد جميلة. نرجع إلى فلاش باك. فلاش باك جمل الفيلم، نعم، وعطى كاركتر، كل كاركتر يدخل في الفيلم أعطاك بجمالية، وعطاك الانتري، يسمونه الانتري، الدخول الممثل الكاركتر بشكل رائع جدا، ويعطيك الفلاش باك. أنا هذا عجبني وايد بصراحة، بالفعل عجبتني الحركة. ولكن السلبية الوحيدة في هذا الحركة أنه وايد تكرر فلاش باك، وايد تكرر، هذا اللي شوية حسيت أنه أوفر، يعني يمتد معاك على مراحل الفيلم كله، لين ما يجيك أبو الولد أيضا يدخل القطار ويفاجئنا، وبعده يعطيك الفلاش باك. هنا شوية حسيت فيه يعني شوية أوفر، ولكن
آلية التنفيذ والجمالية في الكتابة وفي الإخراج على الفلاش باك أنا أقول رائع جدا بصراحة، يطلعك من إطار ويدخلك في القطار، يطلعك ويدخلك. هذه الطريقة عجبتني وأنا استفدت منك كمخرج أيضا بهذا الستايل الجميل جدا. ولكن أقدر أقول الفيلم يعني كان بيوصل إلى مرحلة يعني نقدر نقول عنه واو، ولكن الفيلم خلنا نقول أعلى من المقبول، ولكن ما وصل إلى مرحلة نقول عنه إن الفيلم جيد جدا ورائع، ما نقدر نقول عنه. ولكن نقدر نقول عنه إن هذا الفيلم جيد، إنك تقدر تشاهد الشخصيات اللي تدخل، وعلى فكرة حتى الشخصيات اللي دخلت معظم الممثلين معروفين في أفلامهم، اللي يأخذون بطولة ومساعد بطولة في الأفلام، ولكن يو أدوا الكاركتر البسيط هذا وطلعوا من الفيلم. شوف التعاون، شوف الأداء بهذا الطريقة، يعني هذا اللي دائما يقول لك واحد أنا أعمل كاركتر واحد وأعيش فيه وأطلع، هذا أيضا يعطيك البنفيت. ولكن إذا تحدثنا عن براد بيت، يعني بالفعل يعني انقال عنه نجم. لما ترجع الفيلم الأخير Once Upon a Time in Hollywood يختلف في هذا الأداء في هذا الفيلم، واللي حلو في هذا الفيلم إن براد بيت يمثل كأنه مش قاعد يمثل، very friendly، يعني تلقاه يعني شفت واحد لما يقول لك أنا في مود رائع جدا هو كان بهذا الشكل. السهل الممتنع، ما نقول التمثيل لا، السهل الممتنع على حسب طبيعة الفيلم وعلى حسب الأجواء العامة اللي هو خلنا نقول معظم مشاهده كانت داخل القطار، هو أبدع فيها يعني بصراحة أبدع بهذا الدور. يعني نقدر نقول يعني خلنا نتكلم بالمنطق إن إذا شليت براد بيت من الفيلم وأجا أي نجم آخر، بصراحة أنا أقدر أعطيه هذا الفيلم 1.5 إلى 2 من 5 فقط، ما أقدر أعطيه 3. ما يمنع أن فيلم فيه سلبيات، في بطء أيضا في بعض الأحيان، أنك تمل في بعض الأحيان تمل من الفيلم، ولكن بشكل عام الفيلم يستحق المشاهدة وأنا أقيمه 3 من 5.